رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي حفل تخريج الفوج الرابع عشر من طلبة جامعة الخليج العربي، والذي شهد تخريج 228 طالبا وطالبة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا والمعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال. وفي كلمته خلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم على التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتقديم كافة التسهيلات والدعم والمساندة لجامعة الخليج العربي التي تعد نموذجا متميزا للتعاون العربي والأكاديمي بين الأشقاء، وأن مملكة البحرين تساند كل ما من شأنه تعزيز التعاون التعليمي الخليجي. وأشار الوزير إلى دور الجامعة البارز والمتميز في إثراء الساحة الخليجية بالخريجين المتميزين في العديد من التخصصات وخاصة تخصص الطب، فضلا عن تحقيقها العديد من الإنجازات العلمية والبحثية البارزة محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدا أن الجامعة مقبلة على مرحلة جديدة من التقدم والتميز بعد انتقالها إلى صرحها الجديد في مدينة الملك عبدالله الطبية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ستمكن الجامعة من الارتقاء بالخدمات المقدمة لطلبتها على الصعيد الأكاديمي والبحثي وتأهيلهم وفق أحدث المستجدات والأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية لدول مجلس التعاون. من جانب آخر، ألقى الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي رئيس جامعة الخليج العربي كلمة عبر فيها عن اعتزاز الجامعة بتزامن تنظيم هذا الحفل مع احتفال مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي، مشيدا بالدعم الذي تقدمه المملكة للجامعة بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ومساندة الدول الأعضاء بالجامعة. بعد ذلك تم تكريم الخريجين والخريجات ومن بينهم المتفوقون والمتفوقات بلائحة الشرف لمختلف التخصصات.